السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل كأن في حركة. ده احنا وصلنا على القطة دوت، ففي حركتين موجودين هما، فعلا ممكن الواحد لو شافهم يفتكر ان في حركة. طيب انا هلغي دوت وخلينا ندور على شكل تاني كده يكون جميل. ممكن نختار ده مثلا، او نختار الفراشة الجميلة ديت. لو احنا عملنا عليها ودخلنا هنا، تقدر تلون الفراشة دي زي ما انت عايز، يعني ممكن تمسك اي جزء فيهم تقول انا عايز الونه باللون دوت او باللون دوت، يعني ممكن تعمل دوبليكيت منها ويبقى في واحدة فيهم تغير اللون بتاعها، تختار اللون اللي انت عايزه من هنا وهكذا. طيب خلينا نرجع للكود. احنا عايزين الفراشة دي تتحرك، فخلينا نقول له اول ما ندوس هنا انا عايزها forever تبدأ تتحرك. الحركة دي ممكن تبقى 10 خطوات، وعايزة أول ما تخبط في الحيطة ترجع هي بالشكل دوت، وعايزها تغير اللوكس، تغير الشكل بتاعها. خليها هنا كده نجرب، مش يعني هي بتتحرك، بس خلينا نعمل التعديلين بسيط جدا. انا ممكن نقول له خليها بس ايه تقف جزء من الثانية من كل واحدة للتانية، فهقول له ويت. بس خلي الويت دي مثلا 0.01 او 0.1. طول ما ماشية بتتغير بالشكل دوت. طيب تلاحظ ان انا لما بتخبط بتقلب، فانا مش عايز تقلب، فهقول له سيت روتيشن وخلينا نختار لها خلفية كده شيك او خلفية مناسبة. طبعا ممكن نحطها مثلا في الغابة هنا، بالشكل دوت.